أبدأ من لندن حيث الدكتور أنور. دكتور، كيف تابعت هذا المؤتمر، مؤتمر روما الدولي حول الهجرة، والذي يأتي بعد أيام من إقرار لندن لقانون مثير للجدل حول هذه الهجرة أو استقبال اللاجئين؟ يعني لم يعد خافيا على أحد أن مسألة الهجرة سواء النظامية أو غير الشرعية كما تسمى أصبحت هما كبيرا يقلق دول أوروبا كافة، إضافة إلى دول الغرب بشكل عام باعتبارها مستقطبة لهذه الهجرات، سواء القادمة من آسيا أو من الشرق الأوسط أو من أفريقيا. المحك حقيقة، سمعنا الخطابات وهدف هذه القمة، بطبيعة الحال هي قمة مهمة جدا، خاصة أن فيها يعني اجتماع للأوروبيين مع الأفارقة مع الدول العربية، جزء من الدول العربية الهامة، إضافة لصندوق النقد. هذه كلها طبعا عناصر أساسية تشي بنجاح فكرة انعقاد القمة. لكن أنا في اعتقادي واعتقاد طبعا يعني المراقبين، المحك الأساسي هو في الجزء الثاني من القمة، أي التنمية. يعني لا يمكن أن تنجح قمة الهجرة غير الشرعية إلا في حال خلق تنمية حقيقية في الدول المصدرة للمهاجرين سواء النظاميين أو غير الشرعيين كما يسموا. يعني ليس معقولا أن أوروبا كانت ودول الغرب، كل دول الغرب بدون استثناء، كانت عنصرا أساسيا في الدمار الذي حصل في العراق، في الدمار الذي حصل في أفغانستان، في الدمار الذي حصل في سوريا، في ليبيا، في اليمن، وفي مجموعة من الدول الأفريقية. هي تتحمل وزر هذا الخراب الذي دمر اقتصادات هذه الدول. الناس جاعت، الناس يعني فقدت كل أمل بالحياة، وبالتالي هي تتطلع، هؤلاء الذين يمخرون عباب البحار للوصول إلى الغرب أو دول أوروبا، هؤلاء ليست نزهة بالنسبة لهم، هم يموتون في البحار، هم يموتون أيضا من التعذيب ومن السجن ومن الاحتقار في السجون، سجون عدد من الدول في الشرق الأوسط قبل أن يصلوا إلى أوروبا. إذن الحل أنا في اعتقادي، إذا استطاعت هذه القمة أن تربط التنمية بمحاربة الهجرة غير الشرعية، أنا أعتقد أنها ستنجح جزء. ما هو الغريب يا دكتور، أن هذه الدول التي تغلق الآن الأبواب أمام هؤلاء وتعمل على مكافحة هذا الملف كما ذكرت أنت منذ قليل، هي المسؤولة عن تصدير هؤلاء أو الحدوث أو يعني تعرض الكثير لهم لهذه المشاكل في بلدانهم. هذا صحيح تماما، وبالتالي على هذه الدول أن تتحمل وزر أخطائها أو وزر ما يبدو فعلها. أنها الآن لا تريد أن تتحمل، ستتحمل لسبب بسيط جدا. الآن هذه القمة لم تكن لتحدث لو ما أن هناك أصبح هناك حاجة ماسة لهذه الدول. حينما تصدر بريطانيا قوانين صارمة لم تحدث في تاريخها الحديث، هذا يعني أنها في ورطة. حينما تستنجد إيطاليا بدول العالم والأمم المتحدة وعدد من قادة الدول الأفريقية وخاصة العربية، شمال أفريقيا، تونس والجزائر والمغرب وغيره، حينما تستنجد هذا يعني أنها كلها في ورطة. أيضا لاحظي يعني بريطانيا في ورطة اقتصادية كبيرة على خلفية خروجها من الاتحاد الأوروبي، وكان ملف الهجرة الأساسي سببا رئيسيا في خروج بريطانيا. يعني كان من أهم الأسباب هو الهجرة إلى بريطانيا أو اللاجئين القادمين إلى بريطانيا. لا يعني خروج بريطانيا لم يحل هذه المشكلة، بل زاد تعقيدا. فرنسا أيضا لديها مشكلة في هذا الموضوع، ألمانيا لديها مشكلة، لكن مشكلة الدول الأوروبية أنها لا تريد حقيقة أن تتقاسم عبء اللاجئين.